مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرة الأخبار، حيث نظم جرح الثورة والمتضامنون معهم صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية بصنعاء لمطالبة المحكمة بالسير في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالح الجرحى في يونيو الماضي. وفي الوقفة الاحتجاجية التي حضرها النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة إنقاذ الثورة مع ناشطين حقوقيين، طالب الجرحى المحكمة بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم والإسراع في علاجهم في الخارج على نفقة الدولة. وكان جرحى الثورة والمتضامنون معهم قد نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية في العام الماضي مطالبين الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية، غير أن الحكومة استمرت في مماطلتها وعدم التزامها بالحكم القضائي. اليوم كان في إجراءات في السير بالتنفيذ القبري، كون الحكومة قد لم تستأنف الحكم وإنما رحبت به وحاولت التمويه أنها حالتهم إلى صندوق الرعاية الاجتماعية. النص قضى بإلزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للعدد 59 جريح. نحن نريد معالجتنا أوكي وإرسالنا إلى الخارج لكي يتم علاجنا أسوة بزملائنا.